السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم على الدعم والمساندة. وأرحب هذه المسألة ما كنتش كنديرها ولكن هي أصبح سنة حسنة. أرحب بالإخوة والأخوات والإخوان الجدد الذين أصبحوا يلتحقون بهذه القناة. الشيء الذي يشجعني دائما على أنني نستمر، لأن بعض المرات كتجي ديك الرغبة بأنني أن أنهي كل شيء، ولكن الإخوان والأخوات والدعم ديالهم وحضورهم ووجودهم تيخليني أنني نستمر رغم الإكراهات. قبل ما ندخل في موضوع الفيديو اللي هو كان موضوع فيديو سابق سحبته، لأن بعض الإخوان نبهوني على أن كان هناك أخطاء في أرقام وفي إحصائيات وحتى في شي مصطلحات، وانا ماشي من النوع الذي ماشي من داك النوع اللي كيركب راسو. انا ملي كنغلط اسحب كل شيء واعيد من جديد، ما عنديش مشكل. والانسان خطا، الا غلط راه كنعاود نصلح، ما كاين حتى شي مشكل. قبل ما ندخل في موضوع ديال هذا التسجيل او هذا الفيديو او هذه الحلقه او هذا الموضوع هذا اليوم، عندي اي واحد اشاره الاخوان ما غنرجعش لها مره اخرى، حيت كاين شي امور ما كنبغيش نرجع ليها. فيما يخص واحد النقاش، راه واحد النقاش جانبي دائر تيدور هاد الايام، كنت واحد الوقت ساهمت فيه، ولكن ساهمت فيه بحسن نيه. الان لاحظت بان الامور اصبحت تتطور وكتشد واحد وتاخذ اتجاها اخرا، ربما اتجاها متطرفا نحن في غنى عنه. لقيت نفسي انني اذا انخرطت في هذا النقاش فانا اصبح في خانة اسمحوا لي أنا نقول أحمق، وغنولا غنتناقض مع نفسي، وغنولا نتناقض مع الخطاب اللي بديت فيه في الأول. لأن الناس راه ماشي حماق. الناس ملي كتقول شي كلام كيرجعوا لما قلته من قبل، وتتعرفوا المسألة علاش كنتكلم على هذا النقاش اللي الدائر حول مساهمة بعض الإخوان المصريين على مستوى اليوتيوب. هناك من يرفض وهناك من يقبل، وكاين واحد المسألة أخرى اللي ما عجبتنيش. أنا إنسان يقبل ولا يرفض، هذا وجهة نظر، ولكن أن نوصلوا لدرجة ديال التسفيه وديال التخوين وديال ديال الجوساسة، أنا اسمحوا لي ما ندخلش في هذا الاتجاه. علاش؟ لأن باش نكونوا منصفين، أنا من الناس اللي دعموا هذه المسألة في الأول في اللقاءات ديالي الأولى مع السي نبيل هرباز، وكنت دائما أقول أننا نحتاج إلى جمهور ونحتاج إلى العالم العربي، لأننا كان الهدف ديالنا في الأول هو أن يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. أنا شخصيا ما يمكنش نجي دابا ونتناقض مع نفسي، أنا ولا أحمق، أنا مش أحمق، أنا الحمد لله في كامل قواي العقلية، ولكن باش نبقى نمشي في واحد الاتجاه ديال أنني أسفه الناس. أنا كان عندي ملاحظات على شي أشياء محددة، ولكن استثنيت منها واحد الناس الذين يشتغلون على موضوع أو مواضيع ديال التعريف بالتاريخ والتراث والثقافة المغربية. أنا شخصيا لا أرى فيه ضيرا ولا أرى فيه أي مشكل، ماشي مشكل. إذا كانوا المواطنين المغاربة يخليو لحماتهم المغاربة ويمشيو عند جنسيات أخرى، ماشي ذنب هذوك الناس، ماشي ذنبهم. فين يكون عندي المشكل؟ لو ان هاد الاجانب مثلا يمررون الاغلاط، اذا كانوا كيمروا الخطا ويقرؤون تاريخ المغرب وتراث المغرب بشكل يسيء الينا والى تاريخنا ويزور ويحرف، فهاد الحاله يمكن ان احتج واقيم الدنيا ولا اقعدها. ولكن ما دام الناس يتحدثون عن تاريخنا وعن حضارتنا وعن تراثنا بكثير من الإنصاف وبكثير من المنطق وما كيزيدوش وما كيزوروش، وخوت الله يرحم الوالدين، غير لا ندخلوا في واحد المسألة تسيء إلينا تتسيء إلينا، حنا محتاجين اللي يتكلم علينا باش ما نكذبوش على راسنا. حنا كنديروا داكشي اللي كنديروا وهذوك الناس كيديروا، لأن هذوك الناس يقولوا شي وحدين هو كيدير داكشي باش يجمع الصرف. اسيدي غير يجمع الصرف، الله يجعلنا غابة والناس حطابة، يجمع الصرف.
ماشي مشكل، احنا ماشي احنا لسنا قيمين على الارزاق. انا غير الانسان، هذا الشخص ما يتدخلش في امور التي لا تعنيه، لان كاين واحد النيفو. وراه تحدث على اخ سلطان واحد المره، امور اللي عندها علاقه بتدبير الدوله بالحكومه، اما الانسان يتحدث عن التراث عن الحضاره عن الثقافه، لا ارى دائما ما يكونش التزوير وما يكونش الاسفاف. اخوان الله يرحم والديك، كاين شي اخوان يحاولون ان يجرونني على هذا الموضوع، انا ما بغيتش نبقى نرجع على هذا الموضوع. انا غادي بخط خط التحرير ديالي واضح، واكثر من هذا انا اعرف من هم اعدائي. انا ما غنفتحش على نفسي جبهات، العدو انا اعرفه، وانا ما نبقاش نخلي العدو لحظات باش يبقى يلتقط انفاسه وندخل في نقاشات مع خوتي المغاربه ومع خواتاتي نختلفوا وربما نوصلوا لواحد المستوى فيه ما نحترموش بعضياتنا، او ما غندخلش في صراع في نقاش وصراع مع الجنسيات الاخرى، وما غندخلش في العنصريه وفي هذه المسائل. انا في غنى عنها الله يرحم الوالدين، انا اترفع على هذا الشيء كله، لان ما ندخلش انا في منطق كما قلت لكم في الاول، لن ادخل في منطق التناقض مع الذات. هذا رايي وما بقيش نرجع فيه وما بقيش نناقش هذا الموضوع، الا قلت لكم الا في حاله واحده، اذا تجرأ احد وجهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. في واحد يتجرأ علينا او زور او زاد واعرف ان هاد الناس يعرفون آداب وتقاليد الضيافه، هم يعرفونها. الناس ما جايش من الغابه، جايين من دول محترمه، يعرفون انهم ضيوف ويعرفون ان حق الضيف، يعرفون ان المغربي يقدر حق الضيف، وهم ايضا نحن ايضا نعرف انهم يعرفون اصول الضيافه. هذا الموضوع يبقى حتى واحد يسولني فيه مره اخرى، رجاء حبا وكرامه الله يرضي عليكم. موضوع اليوم، قلت انني كنت قد قبل ما ندخل في موضوع اليوم عندي واحد الملاحظه جميله ايضا، لان في الصدفه في اطار النقاش على مستوى تويتر كانت هناك صدفه طيبه اننا حظينا بحضور شخص وازن وشخص محترم في واحد النقاش في واحد الساحه، هو الصحفي المحترم المغربي الوطني الحر سي عبد الصمد ناصر. دخل معنا في واحد النقاش وعجبني في كلامه ان دار واحد الملاحظه جميله، وهي في الحقيقه هي حولها ندندن، حول هذا الشيء اللي قال سي عبد الصمد ناصر حولها ندندن. اشار سي عبد الصمد على انه بعد غياب على مواقع التواصل الاجتماعي رجع واكتشف شيئا جميلا، اكتشف واحد الطفره نوعيه وواحد التطور نوعي على مستوى الوعي عند المغاربه عند الشباب تحديدا في القضايا الوطنيه، القضيه الوطنيه الاولى في مساله الصراع حول التراث وحول الثقافه والتاريخ والحضاره المغربيه. واكتشف على ان عدد كبير من الغاربه شباب نساء ورجال انخرطوا في هذه المعركه الوطنيه من اجل الدفاع عن توابت هذه الامه وعن تاريخها عن حضارتها عن تقاليدها منتوجها الحضاري منتوجها الثقافي صناعه تقليديه كل ما انتجه المغاربه خلال اكثر من 12 قرن او 13 قرن او 33 قرن تحديدا، حتى لا نبخس الناس اشيائهم. اننا في كثير من الاحيان حينما نتحدث عن الحضاره وعن المنتوج الثقافي والحضاري نغفل واحد الجزء مهم من تاريخنا اللي هو الفتره الامازيغيه التي كانت قبل الفتح الاسلامي، والتي هي غنيه بكل حمولتها الثقافيه والصناعيه والموروث الشفهي، كاين واحد المجموعه ديال الامور. اذا تاريخنا الحضاري والثقافي والفني والانساني يمتد الى اكثر من 33 قرن تقريبا. سي عبد الصمد ناصر وانا اشكره ودخلت معه في حوار مباشر، شيء جميل ان هذه الفئه من المثقفين المغاربه ان ينخرطوا في هذه المعركه تعزيزا للصفوف، صفوف الشباب والشابات والكهول والشيوخ، لان هذه المعركه
ليست محصورة في سن معينة. الكثير من المغاربة والحمد لله أننا كان لنا السبق، وهناك من سبقونا الذين أعتبرهم الرواد ولهم الفضل، فأنهم جروا كثير من المثقفين ومن صناع الرأي ومن الوطني المغاربة إلى هذه المعركة. وكنبدأ بالدرجة الأولى بصديقي المحترم سي نبيل هرباز وسي حاتم مرابط، حمزة بوست، واحد مجموعة ديال الإخوان الذين كان لهم سي هشام، سي الغوتي، واحد مجموعة ديال الناس الذين أنا شخصيا الذين جروني إلى هذه المعركة. وصدقوني لقد تم جري إليها في الأول، كنت جري إليها مكرها، ولكن الحمد لله أنا كنشتغل وأنا في أريحية تامة، لأنني يعني واثق مما أفعل وأنا أدافع عن وطني وعن توابط وطني. موضوع اليوم، قلت أنني كنت سجلت وكانت شي ملاحظات من الإخوان، ولكن اضطريت أنني نمسح الفيديو ونعود نرجع، ليس في ذلك أي مشكل، والخطأ الخطأ وارد، وكل من آدم خطأ. الإخوان دائما كاين بعض الناس المثقفين تحديدا، وفيهم دون ذكر الأسماء شخصيات أحترمها، يديروا ملاحظات يقول لك أودي هذه المسألة ديال الدفاع عن القفطان والجلابة لا يقتضي كل هذا الصراع، ومن فيهم من اعتبر المسألة مجرد طرف فكري وقال لي اعتبرها ما كاين حيت ما كاين ميدا، رغم أننا ماشي ما عندنا ميدا الحمد لله، لا جوندا عامرة، ولكن تتبقى كيبقى الدفاع عن توابت الأمة من الأولويات. المسألة الإخوان ليست طرفا فكريا وليست فراغا في الوقت، ولكنها ضرورة ملحة. علاش؟ لأننا اكتشفنا أن المسألة ليست سرقات متقطعة أو سرقات أو حالات فردية، ولكن اكتشفنا نحن عندنا ذاك الحس البوليسي أو الحس الاستخباراتي اللي خديناه من التربية، من البيئة اللي عشنا فيها، لأن كاين أمور كتاخذها من البيئة اللي عشتي فيها. أنا تربيت واحد الجو ديال العسكر وديال واحد الجو أمني، وعندنا ذاك الحس الاستخباراتي أن المسألة ليست حالة فردية ولكنها حرب حضارية مخطط لها وتستهدف المغرب، لأنها هي جزء من واحد الحرب كبيرة أو حرب متعددة الأبعاد، فيها كان فيها العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والآن هي حرب حضارية، حرب هوية تخوضها الجزائر والنظام الجزائري ضد كل ما هو مغربي، لأنه ليس من لا أظن أنه من الصدفة في ملتقى في السعودية اللي فيه مجموعة من الدول تبرز ثقافتها وحضارتها وموروثها الحضاري ولباسها التقليدي، كل الدول تأتي بلباسها التقليدي وتجي الجزائر وتجيب الجلابة المغربية، والنمل اللي كيمشي فوق الأرض يعرف أن الجلابة ديال السوس دي مغربية مليار في المئة، هذا ليس الطربوش الفاسي المغربي، العالم كل الأرضية تعرف أنه مغربي، ويجيو في الستوند ديال الجزائر ويلبسوه لوحده ولبسوه بطريقة عشوائية تعدى فيها هذيك الجلابة وتكرفص عليها، هذا راه ماشي عبثي، لأنك في واحد الملتقى دولي. قدر تقول لي انه يلبسها مثلا في الجزائر يمشي يصلي بها الجمعه ولا مقبوله، ولكن باش تكون في واحد الملتقى دولي اذا الامر مدبر له، ولا راك شفتو السعودي اللي كيصور وصل حداه وجاتو اللقوه ما بقاش قدر السيد عارف ما يقول، لانه تبهض كيلقى خلى المغاربه هو يجي تلقى الجلابه المغربيه قدامه. اذا المساله ليست طرفا بالنسبه لنا احنا، وليست حالات فرديه بالنسبه للجزائر. الاخوان الذين قلت لهم أنه إذا كنتم لا يهمكم الجانب الثقافي والجانب الحضاري والجانب الإنساني والإرث الحضاري وكل هذه المصطلحات التي تروا أنها يرى البعض أنها طرف فكري وأنها ليست من الأولويات. هناك بعض الإخوة الذين علقوا وقال لك احنا عم نخليو مشاكلنا الاقتصادية ومشاكل البوطة ومشاكل مطيشة ندعو عن القفطان. يا سيدي أنا بالنسبة لي راه بحال البوطة بحال القفطان، البوطة كطيب بها والقفطان كتلبسو، والجلابة كتلبسها باش كتمشي للجمعة، حيت أنا ماشي من الناس اللي كيمشيو للجمعة بالشورت ولا بالجين، كيمشي نصلي الجمعة كيمشي بالجلابة، لأن الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما كنمشيو لابسين الجلابة مقادين حالتنا، لأن غادي نقابلو
الله سبحانه وتعالى. وفي المناسبات الرسميه والشعبيه كنمشيو لابسين جلابه، اذا كتدخل الجلابه بحال بحال البوطه وبحال بحال المطيشه. اذا بغيتو نمشيو ابعد من هذا، الاخوان الذين تحدثوا على الجانب الاقتصادي والحياتي والمجتمعي، اعطيتكم ارقام ونعاود نجدد الارقام، لاننا قلت اننا نسرق، واننا هذه الحرب التي تخاض ضدنا هي في الظاهر حرب حضارية ثقافية، ولكن في الباطن هي حرب اقتصادية، سرقة منتوج صناعي مغربي، سواء كانت جلابة أو التكشيطة أو القفطان أو البلغة أو الطاجين أو سمي أي منتوج صناعة تقليدية، راه هي حرب اقتصادية. علاش؟ نعطيكم علاش، نعطيكم أرقام ونرجعوا نتكلموا. الصناعة التقليدية تشغل 2,400,000 مغربي، 2,400,000 مغربي هذوك ياكلوا الخبز، معيش يومي، هل الجانب اقتصادي واجتماعي، اقتصاديا واجتماعيا، 2,400,000 مغربي وزيد عليهم الأسر ديالهم، يعني ضربها في 4، الأسر المغربية المعدد ديالها 3-4، يعني كنهضروا على واحد 8 مليون إلى 9 مليون ديال المغاربة عايشين بهذا القطاع. 20 هذا القطاع 20% يشكل 20% من المواطنين الناشطين، من اليد من مواطن الفئة النشيطة من المغاربة، هاد الصناع التقليديين تيشكلوا 20% هاد الجانب الاقتصادي والاجتماعي، و 20% حسب عليها الضرائب، حسب عليها شحال ديال الوظائف اللي كتخلقها هذا القطاع. ما نهضرش في هاد التوابع، تنكمل هاد المؤشرات. هاد القطاع كيصدر سنويا قرابة 800 مليون درهم ديال التصدير، يعني 800 مليون درهم كونفرتيها للعملة الصعبة. هاد القطاع قطاع الصناعة التقليدية الجينير، يعني كيروج واحد شيفر دافير، واحد رقم المعاملات ديال 77 مليار درهم، 77 مليار درهم لشيفر دافير. الرقم الأخير في هذا المؤشر أو المؤشر الأخير هو أن 17% من الصناع، 17% من الصناع والصانعات اللي كاينين في القطاع في الصناعة التقليدية كينتميو لواحد القطاع اللي كيتسمى الصناعة التقليدية الثقافية أو الفنية، اللي هي تكشيطة، جلابة، واحد المجموعة، يعني أننا 17% من أصل 2,400,000. هذه أرقام، إلى ربطنا هذه الأرقام بقطاعات أخرى بالمواد الأولية، أن هذه الصناعة التقليدية كتعتمد على المواد الأولية، فيها الجلود، فيها الخيط، فيها النحات، فيها واحد المجموعة ديال المواد الأولية اللي كتم بها صناعة أو تصنيع أو تحويل هذه المواد. إذا كاين خلفهم واحد القطاع آخر اللي هو قطاع المواد الأولية، غنضيفوا لها قطاع آخر هو قطاع ديال التجارة، سواء التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية، كاين الصناع وكاينين التجار اللي كيبيعوا المواد، مثلا الجلابة ماشي اللي كيصنعها كيبيعها، كاينين الناس متخصصين في بيع، عندهم محلات تجارية كتبيع منتوجات الصناعة التقليدية، سواء كانت جلابة أو كانت قفطان أو كانت شربيل أو كانت فخار. كاين قطاع آخر اللي هو قطاع ديال التجارة، وكاين قطاع ديال التجارة الخارجية، الناس اللي كيصدروا أو الشركات ديال التصدير ديال المواد ديال الصناعة التقليدية، هذا قطاع آخر. كاين قطاع آخر اللي هو النقل، سواء النقل الطرقي داخل المغرب أو النقل الطرقي خارج المغرب، الشاحنات اللي كيخرجوا برا، والنقل البحري والنقل الجوي. كاين قطاعات حكومية أخرى لها علاقة بقطاع الصناعة التقليدية، اللي هي قطاع السياحة، قلت قطاع التجارة بما في التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، قطاع الجمارك، هذه كلها قطاعات، قطاع السياحة، هذه كلها قطاعات. وثم كنجيو في الأخير وزارة المالية أو المدير العام للضرائب، أموال كتدخل لخزينة الدولة، هذا راه ماشي ترف. علاش كنتكلموا؟ علاش كنقولوا مديرة جلابة مغربية وممكن ندافعوا عليها؟ ممكن ندخلوا فيهم، ماشي ما يمكنش غير نبقاو نناقشوا وندويو، لا يمكن نخوضوا عليها حرب،
لان من غدا ملي غتولي انت تاخذ ديال المنتوج المغربي وتصنعه، لانك تتشبه ليا، لان ما يقدرش يصنعوه في الصين حيت الصينيين عينهم مجبدين وما كيشبهوش لينا، ما يقدروش يروجوا واحد الصناعه يقولوا راه ديالنا، لان كما قلت لكم النمل كيعرفوا بان الجلابه مغربيه، ولكن انا هادو اللي هو كيشبهوا لينا غدا غيبقاو يصنعوا يقولوا انها ديالهم. اذا حنا راه ما كنهضروش على الطرف، حنا نخوض حربا قلت في الاول انها مغلفه بطبع ثقافي حضاري انساني، ولكنها في الاصل وفي العمق هي حرب اقتصاديه اجتماعيه. راه كاينه اسر كتعيش من القطع كما تيقولوا المصريين في افواه مفتوحه كتاكل الخبز. اذا هاد الناس غادي يخلقوا لك ازمه اقتصاديه واجتماعيه داخل البلاد. لا تستهينوا بما نفعله. منين يتحرك المندو ديال وزاره الثقافه في ورزازات وتمشي عند السيده حتى لدارها في ورزازات، هذيك السيده اللي تسرقات الصوره ديالها، ما تقولوش بان السيده ما عنده ميد، هذه خدمته. وبهذه المساله غادي نختم، حيت الناس بعض المرات ما كتبغيش تفهم ولا حيت عيني فيك وصافي. راه كاين شي ناس الله يهديهم غير هو عينه في الدوله ولا عينه فيا ولا ديمتو كيدير ديك ديال سمحوا لي على هاد، مع احترامي للناس مع خوتنا السمر، ديك النكته ديال نقول عزيت لاح المهم عينه فيا وصافي. ملي تكون عينه فيك كيبغي يلوي عنق الحقيقه ويطرطق على بابها العنق ديالها باش يرضي نفسه. لا الاخوان، العناد في الحق راه جريمه. هاد المندوب ديال وزاره الثقافه خصو يتحرك. علاش انا كيضرني الحال ملي كتجيب هاد الامور من مثقفين وانا عارف علاش كنتكلم. انت مثقف وكتكتب وكيسمعوك الناس، ما تغلطش نفسك، ما ديرش الغنان. انا ما كنديرش الغنان، حينما اخطئ اعترف. شي اخوان الله يهديهم تيغلط ويبقى يكمل معك داك السجال العقيم. وزارة الثقافة، وزارة الصناعة التقليدية، وزارة السياحة، وزارة الصيد البحري، واحد المجموعة ديال القطاعات، واحد الوزارات. شنو هو الدور ديال الوزارة؟ وزارة قطاعية. وزارة الثقافة مثلا أو وزارة الصناعة التقليدية، شنو الدور ديالها؟ واش وزارة الصناعة التقليدية هي اللي كتصايب البلاغي؟ واش الوزير كيغرز؟ واش وزير الصناعة التقليدية هو اللي كيوقف المنول ديال الزربية ولا كيغزل الصوف ولا كيقرشل الصوف؟ ماشي هو اللي كيديرها، كاين ناس. واش وزير الثقافة هو اللي كيطلع المنصة ديال المسرح ويغني ولا يرسم الطابلوات ولا يعزف العود ولا يدير ينتج الأفلام؟ لا، هاد الوزارات الدور ديالها الدور فيه جوج ديال الحوايج، فيه تنظيم القطاع وحماية القطاع. تنظيم القطاع راه كتعرفوا شناهو، وزارة عندها موظفين تنظم القطاع في إطار واحد المجموعة ديال الأمور، والحماية راه معروفة. الحمايه هو ان مندوب وزاره الثقافه يمشي تال عند السيده اللي جدوا التصويره ديالها ويجلس معها وتاخذ الصحافه هذيك الزياره وتنشرها، وهذاك المندوب ديال وزاره الثقافه هو اللي خصو يحرك الدعوه، يجيب الناس ديال المعنيين بالقطاع ويحرك الدعوه، لان هذا هو الدور ديالو. اش كنخلصوه؟ هو حمايه القطاع. المندوب ديال وزاره الصناعه وزاره الثقافه مثلا في ورزازات ماشي هو اللي كيمثل في المسرح، ولا هو اللي كيدير كيرسم في الطابلوات. لا، ماشي خدمته هو حمايه القطاع، باش ما نبقاوش نجهلوا على بعضياتنا. اخوان اظن ان الرساله واضحه. احنا يلاه بدينا هذه حرب فرضت علينا، والناس عندها اهداف والناس كتشتغل وكتلعب على عامل الزمن، كذب كذب كذب، باش من بعد مع واحد الوقت تولي الكذبه. لان غير قبل في نهايه الثمانينات دخلت الجلابه للوهران، دابا راه كيسميوها الجلابه الوهرانيه. قبل الثمانينات ما كانت هاد الناس يسرقون سرقه موصوفه في واضحه النهار. الا كنت انت ايها المثقف عندك شي حاجه اخرى حقك هذا، ولكن لا تصادر حقنا وحقوقنا في اننا كنمارسوا حقنا الدفاع عن البلاد من هاد
الموقع وفي هذه الجبهة، هذه نعتبره جبهة نحن فرضت علينا، والله سبحانه وتعالى مكننا، أعطانا من بعض الآليات، أعطانا بعض المقومات ديال أننا ندافع. إذا أنت عندك شيء، عندك مشكل خور، أنت حر، أنت ما كتهمكش، ما تهمكش القفطان. أنا كيهمني القفطان لأنني كنعرف شحال ديال الناس واكلين منه الخبز. شكرا إخوان، وعذرا إلى قلنا شي حاجة ماشي هياتك.